وكان اللي جاب الكلمه، فانا هاجر على المشكله دي بس نقطه اولانيه رساله وشئتم كنتم بسيطه. هوجهها لاخواني واخواتي وليهم، سامحوني انا هبص للذكرى منهم. الامهات، الامهات في البيت لهم طابع خاص. عايز اوصل لكم رساله اتمنى تصل مني من قلوبكم مباشره. يا ست الكل، انت العمود الفقري بتاع البيت، اوعي تسمعي لحد يصرخ، كملي المسيره، اهتمي ان شاء الله تقدم مسؤوليه، ربنا مش هيضيع حد. استمري، اولادك هم مشروع حياتك، اشتغلي عندهم. لو انت اتخرجت ما توظفتيش، عندك وظيفه. ايه وظيفتك؟ شغالين عند اولادك وبناخد راتب ولا مش بناخد؟ بناخد من زورنا؟ لا والله، مهما يديها على كده لا بناخد راتب منين؟ من عند ربنا. فانت هتبقى ايه؟ راتب في الدنيا بانك شايف اولادك اللي هم عليهم بيتطوروا قدامهم بحنيكي. ثانيا بجد راتب عند ربنا سبحانه وتعالى في الاخر ان شاء الله. وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله، مش حاجه عظيمه ان شاء الله. تمام؟ دي النصيحه الاولى، استمري كملي المشوار ان شاء الله ربنا يكمل تعبك بالنجاح. وده رسالتك في الحياه اعطيها. والتاني مره بقول اوعي تسمحي لحد يكسرك خالص. لا ظروفك الاقتصاديه تكسرك، ولا نجد ظروفك في البيت تكسرك، ولا جهالك ولا قرايبك. لا، انا عايزك تكملي المسيره وافتكر طول الوقت انك العمود الفقري بتاع البيت. لو وقعتي البيت كله هيقع. دي الرساله الاولى اللي بوجهها، اللي عايز اوجهها لاخواتي طبيعي الامور. الحاجه الثانيه اللي عايز اقول لك عليها فلسفه المسابقات. فلسفه اي تسابق في الدنيا ان في اول، في ثاني، في ثالث. بزعل قوي لما ولاد ولي امر حاطط في دماغه ان ابني لازم ينفع الاول. هل يا ترى كان الرب هيك او هيك على انها تطلع الاول؟ انا شايف ان دي مش كويسه خالص. امال انا بقول ايه؟ بقول ان انا اقول لابني اعمل اللي تقدر عليه. اعمل اللي في وسط طاقتك، لا يكلفه الله نفسا الا ايه؟ الا وسعك. فانت ربنا انت شايل وربنا يكيد عليك التعب. مش لازم تطلع الاول، الاول والثاني والثالث والترتيب ده مش بتاعك اصلا، انت ما تملكوش. لكن تملك ايه؟ تقدم الاول، قدم الاول والترتيب اللي هيجي. فلسفه اي مسابقه في الدنيا بتقول ان في فاز وفي اقل وفي اقل وفي اقل. لازم احنا نربي اولادنا على كده. مش معنى ما نطلعش مركز اول يبقى خلاص الدنيا وقعت. الثانويه العامه لو في جاوبين على نتيجه ثانيه، مش مانع نعمل نتيجه ثالثه، ورانا ايه؟ مفيش مشكله. فعشان كده ابننا النهارده طلع مركز ثاني، ثالث، رابع، عاشر، اقول له انت جاهز وانت متميز، كمل ربنا يبارك ان شاء الله. يبقى كل اب وكل ام نصيحه، ربي ابنك على ابن نعمل